بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل بقول صدني اللبات كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وحين كسو جري كتاب الصيام، حين كسو جري أبواب تيسي باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. وباب هاي أجر كأوليها يقفك أفران سفر كقوليس كو أفوري مركو شغل أصغو قبطه وضدكي للسعودية صومنا هوشو ذو قبط أجر كو هليو أيو كساب سنيا بابكو. حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم ابن سليمان الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مورق ابن مشمرج بل إلى ذا على وزن مدحرج وكله، لكن مورق العجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحيل كنا مع النبي نبغى نلسعني صلى الله عليه وآله وسلم في السفر سعدان سفر بان نبغى نلسعني، فمنا وحانا قمدها الصائم نين صومي سفر كصومي، ومنا وحانا قترسنا المفطر نين أفري ومركا أنسومين. قال السحابي وحوري فنزلنا وحن منزلا بوس بان دغنا ميلبان وكفر ان سفرك في يوم مال قدي حار كله ادي قرحت كل شهي اكثرنا كان اوو بدن ذلا حق هوسكا صاحب الكساء انك بستهلي اما مرو دلال ما يستهلو، يعني دلاد ما ودنا او مريه ما ودنا او تندوين ما ودنا وي ميد كان اوو هوس وي وانك دلال ما يستي بستو وتا اما غو وتا أكثرنا ظلا متك نوجه سوين وحوقها صاحب الكساء جوي سنين دلال ميستي، ومنا وحنا جمتها من دول يتقي إسكجا إلى لنا الشمس قرحة يا العدة يا ملعدة بيدي قعنت إسكجا دجاي إن قعنت سهر سنة هي بنا جمتو قعنت التاي دجا عبك على الميس، لكن صحابي وحور بينه كوش يجو لبكي ماشى كتشري. قال الصحابي وحوري فسقط وحار دعاي وحبق بسنواي الصوام نمنك الصومنا جمع صائمين نمنك الصومنا أي داتي أو أورتي أنتي هيريا ذكر دجان فوفين واي مسوي رابين واي راشين كي كرسان واي. وقام المفطرون كو أفرابا استاجي فضربوا حيد سين الأبنية تندوينك، فضربوا حي قرعين ويتاجن الأبنية تندوينك باللوجي ذا وحي من مركة تندا عن ودنا أي مركة دسين، وسقوا حي صور رابشين ويأروريين الركاب الجيل جديد كها أورت جايد كايد يجيلنا ويأرشونا ويصور عبيين. إذن هوشي يا قبطي نمانك أفرابا هوشي قبط. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ودو جيدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلابا وحجري ذهب ويلتقين المفطرون كوي أفراء اليوم ما أنت بالأجر أجر كيغا قات سنكيني وحكا أجر بطي نمانك أفرابا كأجر بطي معايا لي أيغا إذن خدمي أيغا إذن أذيقي أورتي إيه مجاين تيغا سوورا بي أيغا فوفي ومالها كسو سيتي كسو الضبري إذن كم مركوا الضالتين. ذهب المفطرون كوا أفروا ويلتقن اليوم ما أنت بالأجر أجر بيلا نقاقين. وحدثنا أبو كريب مركا ننك صومن إنت بضان لسعو ضدان صومرين ضدك أن صومرين بإنت بضان علاب كن غاي عليس وأسيد هذا موقتو. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بن سليمان الأحول هران عاصم بالسوي هذا لكن لقب كيسي بالله دري عن مورق العجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه وشيدده وربان إمامك وحاوه إنه كوشع وحفص بن غياث إنه متابعين يبدأت كوريها أبو معاوية الضر محمد بن خازم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر رسول كإله بالسعودال يسفر كتشري فصام بعض أي بعض أصحابي بالصومي أصحابي بركوت بالصومي وأفطر بعض برنوا أفورين فتحزم وحقون تقن نيشة إسكاقر لقي المفطرون وعامل وانا شقيين تحزم يقال تحزم الرجل إذا شد وسطه بالحبل ليقوى على العمل تحزم إنه وانق أن هبل بقول تك نعيش إسكعد جا إيو هبل باسيف عنو حنشرت إيو هبل بقول تك فولين كجيست إيو هبل بقول تك إسكون نيري إيو هولها وحوا وكناية
waxaa laga kanaayoonayaa ama la sarbeebayaa inuu ninkaa shaqada u diyaar garoobay si fiicanna uu rabo hawsha inuu u qabto. Fatahazama dhexda waxaa xidhay almufturuna kuwii afuraba dhexda xidhay waa caamilu waana shaqeeyeeno shaqadii loo baahnaabay qabtana musaafir uu qabsan lahaa haddii raashin la karinayo, haddii teendhooyin la dhisahayo, haddii geed la dallaalimaysanayo, haddii gaadiidkii la foofinayo ama la aroorinayo. Wadacufa waxaa taagdar ama tabardareeyey asuwaamu nimankii soomanaa can bacdi alcamali hawshii safarka barhkeed bay ka tabardareeyeen, way awoodi waayeen. Faqaala fii daalika arrinkaa nabigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam, dhahaba almufṭiruuna kuwii afraabaa la tegay alyowma maanta biladri ajirkii bay la tageen oo ay qaateen. Idan marka muslimiinta loo khidmayo loo adeego eed wada socotaan ama kuwa xadarka kuula jooga ajirka ku jiraad garanaysa fadliga ku jira ruux muslim inaad u adeegtood caawis adoo dan kale aan kalahayn qadarin aad qadarinayso walaal muslim inuu kuu yahay, inuu waayeel yahay, inuu kaa weyn yahay, inuu walaalkaa yahay, inuu macalinkaadii yahay, dantaaduna marka adigu u xurmee adoon dan kale kalahay inuu ajir doon ah adeega walaalka muslimka loo adeegayo ajirka ku jira ayuu nabigu meeshaa ku tilmaamay. Ilaa uu yidhi nimankii soomanaa maanta waxaa ka ajir batay nimankii aan soomanay. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي عن ربيعة ابن يزيد القصير نكل ورنجري ربيعة بن يزيد قال وحول وذاتك حدثني قزعة بن يحيى. إذن مركو حديثك أنس طرق دي سي شيغي بوحول ربائن مخراته وكان شاهد بابك. قال وحول إنك قزعة بن يحيى أتيت أبا سعيد الخدري أن أتغي رضي الله تعالى عنه وهو مكثور عليه اسغو لا دول دوبان ياي وهو مكثور عليه روح مكه لوغو خومه الا اسكو يماده نينكا اودايغا نينكا علماء سؤال لا ويديناي اما لا اما لا تيني واخ لا وريسناي لا درغب ردو ايا مكثور عليه انت لاغا ودا وهو ابو سعيد ومكثور عليه لا دول دوبان ياي كركيس دبان اي تاغان يي. فلما تفرق الناس تذكر مكه ككل يا عين عنو حقيسه كلا تاغي فلما تفرق الناس مكه ككل تاغان عنو عن ابي سعيد قلت وحان كؤل أبو سعيد إني أنوغ لا أسألك كويدين مايو عما يسألك وحي كويدين هيان عنه حقيزة هؤلاء إني من كاد كادر يري ضدك كادر يري كاكلة وحي أبي كويدين هيان أنو كويدين مايو سؤالا لكن مهم أنو كويدين هيا يعني وحن ماشا تلمام هيا ضدك أسي وح بدون اللوبة هني أما إسك ما لا يعني أما سؤالا لفهم كرغو إسك مشهورة بي كويدية لكن أنو مسألة حلوس بان كويدين هياو. قال وحول وذاتك قزعاها ابن يحيى سألت أبي سعيد وحان ويديي عن الصوم في السفر سألته عن الصوم في السفر إن روح مسافر كي السعودال كا إن صومي كرام ويديي. فقال أبو سعيد وحول في جوابه عكيلي سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب أن الله سفر ري إلى مكة مكة أن الله سفر ري ونحن صيام أنغو صوم بان صبانها لا سفري فنزلنا منزلا ميل بان كفر الني. فقال رسول الله رسول كلاب وحي انكم بدكم مسلمين دنوتم من عدوكم عدو جنمد ودواتين ودولانك مكواد فتح مكويات عدو جنمد ودواتين وانغا مكا كد حسبان بينو مرينا. والفطر افر كان اقوى لكم اذن حق بدن ان افرتان ايا اذين حوق بدون وصفة عن اقاقي بدن هل كنية جهات كنية رقع اسكاد عسان العود عدو قاد ويقضى. فكانت ارنكا وحوها رخصة رخصوها رخصوها يو بندق بوها بوجدا رخصة اي عرضا عرض بو نبي سوى نو بندقاي ورعدو قاد ادو ديهين وان سومنتي سفر نواتي ان الافرتان ايا اذين في عن نبي ما امر المركز ما أمرين وابندق هبلوا ويرع عجسن تهاي ما ذك تشوك تأذو روح جلو عقنا دين هر آن دين انتو نبي انت يدي كدي فمنا وحنا قمدها من صام من صوم كسيوتي استمر على صومه. ومنا من أفطر قلي أفور رخصة قاتو نبي قال بندق يسي تليس قاتي باشر. ثم نزلنا منزل الآخرة وان دلدلنا وهضنا ملك لا نكفر النيت. فقال وحور نبي مركا ضمبي إنكم يدنكم مصبح عدوكم عدو جناد أرورت ويرنيسن عدو جناد كهر عبانيسن كوا بريسنيسن أرور أيون نبغو عدو جسوا ويرنيسن أنت بدن هدي كلا بعد ظهر
هي قلب عصرد وأنا سيدا وناكسن هات هذا مركون حالات من التركيان تهر لا يدورين لا يسقال أما برتين لا يسقال وماشي هذا طيب وطاد وحيو خضوع عيسى إنكم عيدا كه جامن يعاد وقدك نانسي سخ يو خضوع عيسى إنكم يدكم مصبحوا عدوكم عدو جنة قوة بريسان إنسان والفطر أفر كان أقوى لكم إدين حب بدنه فأفطروا أفر أمر ومكا يدا صحابة فهم كذا أفر سوى فقيه وصولي أبو سعيد وكانت عزمة أي فريضة مركا يدا مركو معي أهيد رخص يا بندق قرا انت سياق كفهم اي هذلك يقابك وياي هذا معول وامر مرك فافطر لان امر عند الصحابه وجوب فائده الا بصارف فافطر افر نقول وكارن مرك دنبه وحي نقطي عزمه اي حتما اي امرا لازما شيء قون عزيم العزاء فافطرنا وان وافر فمنا من صام ومنا من افطر مجرد مركان دنبه ثم قال وحول صحابي أبو سعيدها لقد رأيتنا وحانوس أرقنا هذان وصحابها قيب كم ذا هاي نصوم أنه سوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسا بعد ذلك في السفر أنه نمح سفر لقى الله أو بركة أنه سوم أيها أيانوس أرقنا وصفرية دنبي طبوك إيه أما لك لي إيه ومركة رمضان أنكو بيك منوي وأنك سوى شيقني عندها للعلم سفر رمضان نبي الله وقرم بسفري يوم بدر ويوم فتح مكة سفره الدنبي مركة كلاوي أما سفر حج هالنقضو أما سفر جهاد وكلا هالنقضو مركة أنكو بيقمن رمضان بسحاب وجهدا قضية دا مركة ودو جهدا حديث كان قيبتا الدنبي مركة فأفطروا داس قوليه قبيئين آن لسومي كارين رمضان سفر قديه الدلذي كودا قامبو كمديا جمهورتنا وكجوابين وحيليه هاوشاني هاو الخاصة أهيدو حل عدو لويرر أي أهيد مرد عدو لو ريانا إن روح مسافر كأوص من واب بنانيت إنه إسك أفر نواب بنانيت عدو إسك دعتين سنة ما كان لسود ولا من سطول فلسطين وافرض عين هذو شيء بنان أما صناع راوعي واجبك أما ضيع عيانا إن لقت بقى واجب أبا مركل لمصلحة الجهاد أي وجوبك كي يمدي سفر أهان تماها وحلا إسم رأي إن لا أفره قاب كاسي جوابية باب التخيير في الصوم والفطر في السفر وحبابي هاي دورنسين تلايس دورنسيي إن الله صمى أم الله أفره في السفر كا. باب التخييري إز دورنسين تبابي في الصوم أي في الصيام والفطر والإفطار في السفر هذا مسافر تا إن أصنته إن أفرتبا إن أدور ليضا هاي حدثنا قتيبة بن سعيد حديثنا رن بن إسراعي هل باب كدق أيا كفي عن سيدة قرطب أوي لمرك قاركو نو تراجمتيس بأحاديث أكل بقينية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه مسلم حديث قهد قب الله بدنا وحديث عائشة حديث عائشة طريق دنبو مركة هشام لخلاف سنة هاي يقذال ككين من باب الشواهد والمتابعات لكن حديثك حجية هان أكيني وحديث كان عائشة قصة أبسن قصة عمر عفوا حمزة بن عمر الأسلمي مركز سيف عن أفيري خلاف كساد وقرة تنميشو كجور عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير وهشام بن عروة أبيه عروة حديث كقاضنية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وحيت له يدين سأل حمزة بن عمر الأسلمي صحابي قاس حمزة بن عمر اللي يهربني أسلمها أي ويدي رسول الله رسول كلاه بويدي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيام عن حكم الصيام صوم كحكم كسويدي في السفر السعودال قده إلا صومه فقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم هذا دونت صوم وإن شئت فأفطر هذا دونتنا إسكافر إذن صوم كامر كادين رمضان يهي لما الشيقين وحاون لو جيدا صومم كي كلا أمبان لغو حنباري وحاكو حنباري وقليها ديدا إلا صومه سفر رمضان إلا صومه ساسي كولي روايات كالشيقين وحتى ويدي رمضان ضعف باكوجر إليه وحدثنا أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود حدثنا حماد وهو بن زيد بن الدرهم البصري حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير وعروة مركة حماد بن زيد ومتابعين وذاتك ليث بن سعد الفقيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمية رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله رسول كلاه بويديي فقال وحوري في سؤاله يا رسول الله رسول كلاهي إني أنا رجل بانهاي أسرد الصوم صوم كان تحا
سردق أسلكيس هو النظم شيء اللي يستبق ليه اللي يسفنق ليه سردق اللي هذا إني أنا رجل بنا أسرد تحاهم الدلان دلان ما استوردها الصوم الصومك قيام حكفة من سردق إنه يهاي صوم الدهر سنة قرن بان صومه صح ما معايا الرواية إيه أسفسرية صوم كان بضياء بكود السحابي صوم كان بضياء وصنم بؤاد وصنم الجري أفأصوم في السفر محايا إنه حوا كشق يستا جديد كاس هذه كور السفر أو ضد كان حولها كحية أما جديد كحية وضمها أكل السفرة أو بقلية دميرة كرو ولها وكري أو كحية مركب ما أنتم حجوا جارس برين نيروبي بري دم بمباسو ساس أول هجري سيدو قليها ترقى سارن أما مراكب تودي إن خضياشة يا كابتننا أما كون دوليا دولياش يدرد عن كده جين بلدنا أما لو بلد بلقى أما سنة كإلا فصح وحير أنت كانوا مسافر وكتير ساس وكلوها سحابي مركو سفر بنا ونصون على صون كسنة إنه صون أفأصوم في السفر نبي الله مكسو ما سفر ك مكسو مكرا قال النبي حول الصوم إن شئت وأفطر إن شئت صون ضادون تضادون هاي سكافر وحدثناه يحيى بن يحيى أبو بكر النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية تضير محمد خازم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة حديثك أي شكتية يا حديثك قصب سناق صدي حمزة بن عمرو الأسلمي بهذا الإسناد وكوري أبو معاوية حديثك عن هشام كقوري مثل حديث حماد بن زيد ومحاكوتر إني رجل بان هاي أسرد تحا أما ازدبق لي أما بضية الصوم وصوم كبضية نو لفظ سردي قاس وحكى فهمي إن صوم الدهر أوي هاي إنه بناي هاي وحج يستمر لكن لفظ السرد ومختلف فيه وأنا رواية بالمعنى إنه يهاي با يدعي كرتا وأنا أرك دونتان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مدك السرد وحون نغضاء إن لطحون نغضاء قصة مرك تحا ما بل تحا ما بلو تحا إنه بناي إنه يري هاي فرق ملاها قال عفوا حدث أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا النمير عبد الله بن نمير لبدا إمام ولبدا شيوخ إيه لبدا شيخ أبو مسلم أها ابن نمير بحثك ولا قاتل عبد الله أه عبد الله محي محمد بن عبد الله بن نمير سوى شيخ سيباء وقال أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة سوى سنة لبات شيخ وحولي حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عبد الرحيم بن سليمان المروزي أيوه أسوى قدر كلاهما عبد الرحيم أيوه ابن نمير كلاهما وابن نمير ايه يا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة كقاتل لبا وضوبا بهذا اللي سنسنات قاد سوما رئيسين عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمزة قال وحوري إني رجل بان النبي الله أصوم صومة سوما رثي أسرد مش وكب حضي أصوم وان صومة وصوم كان بضياء أفأصوم في السفر سعداء لي السفر مكو سومي كار النبي الله إذن مركو لما يحديث كعائشة وطريق سوء حق بطنائي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة أها أو بالله يوحو كاني حديث من باب الشاهد أو كاني متابعا لن كان نغون كرام مكلا في ريو وأصوان عروة مراهية عروة مراهية مركو عروة بان مسلمين وكو يجاهد هشام بن عروة طوال خلافيو نمان با خلافي هذا هو إنك سومر قاعدة مسلم مركو أسانيد اسكميدا أما حديث اسكو طرق دو اما اسكو الفاظ وجمعية طرق ديسا وحكم بالله اصح الطرق واقواها يقدم على الاصح فالاصح هذه عاية مسلم الا نادرة ساس مرك هذا كغتغي مد ايضا وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بحديث كي تبيوك وهارون بن سعيد الايلي قال هارون اصوح في روايتي حدثنا ايو يلي وقال أبو الطاهر أخبرنا وهب أبو الطاهر أخبرنا بأنت بدن استعمال أسو حديث كان عبد الله بن وهب يكورنها يا نبض الشيخنا هارون إيو أبو الطاهر في موطئه وفي جامعه بكجرة موطئ ابن وهب رقم كالباب قلت الضباط يشن هي جامع ابن وهب مطبوع أسونا الباب قلت الضباط تضرب كجرة حديث كان قلني ساس قورية أخبرنا عمرو بن حارث بن يعقوب المصري عن أبي الأسود واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة ليلة ذا ينم عروة سوكر يوي عن عروة بن الزبير مرك أبو الأسود بخلافي ودو جيدان أبو الأسود محمد عبد الرحمن النوفلي بوحو خلاف سي النوفل بوحو خلافي هشام بن عروة عن عروة بن الزبير في الإسناد بكو عن أبي مراوح
وحوقلي مركب بين حديث وحوقلي من حديث حمص وقدق أبو الأسود حديث حمص وقدق عائشة مش وكساري عروة الزبيري حمص دحوضان أبو مراوح وقلي عن أبي مراوح واسمه سعد سعد بن مقعي سودات مراوحة عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال وحوري يا رسول الله رسولك إله يو أجد بي قوة أود بان دريمية أجد قوة بي أود إنان لي هاي على الصيام الصوم كإنان أود كران دريمية في الصبر السعودال كأن كالصومة أجد بي قوة تذكو أن كدوان هاي وهي قوة على الصيام في الصبر السعودال كإنان كالصومة أيان أود إنان أولا يا دريمية فهل علي جناح وحد دنبي أم يسوق قاري يا مضوش يدمية هاي هدان كالصومة صفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو يحيي هي خصلة أفريتانك إلا أفراء رخصة من الله ورخصة حق ربك التمد إلهي فضيون إذين فضيون فمن أخذ بها رخصة ننك قاتة فحسن ووناكسية أما سي وناكسن بيالي أما أخذك وناكسن فالأخذ حسن ومن أحب ننك جعل هذا أن يصومين صومنا فلا جناح عليه دم مسار ننك صومك صفر قصوم الدم مسار ننك أن كسو منا سوان أكسن بويل قال هارون أصو حوري في حديث هارون مسعيد الأيل أصو حوري مكوورني هي الرخصة بكو قاب صدي ولم يذكر مشي من الله مده انت أصو كالدوية لا بدل الشيخ لفت كالدوية هي الرخصة فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جنى عليه بويل من الله أصو كمدر بو يوربين وكويلات حديث لبات أيو شيغي مركة حديث كان من باب الشواهد بأوكياني كان من باب هذا يعني هاي حديث عمر حمد بن عمر الأسلمي معها أصوشة المعتمدة في صحيح مسلم حديث كعائشة أصل حديث كان من باب الشواهد بأوكياني ويغتفر في الشواهد ما لا يغتفر في الأصول في الأصول سيدة درت رواية هشام عروة عن أبيه يا معتمدة أكتيسة عند مسلم حديث كان دمره أوكياني كشاهد كشاهد مؤكد حتى وحدعي كرتين وتعيل أكينا يو وربا إنو إلى هذا كتبا أنت بوا معلولا ودعي كرتين لكن سيدا إنو كشاهد مؤكد كدينينا حديث كان مركا وحا حجي جمهور المتأخرين أما جمهور أهل العلم بإسكاد اللي خلاف كوروان سوشي يقنا يا حجي ست وحي حجي ستان إن صفر كإن الله صلى الله عليه وسلم يا فرض با قضائي النذر كلا قضائي سن الله ينو أي رخصتين نينك دونا وسومي نينك دونا وأفوري قل لها مركا هوشا بنايا وجمهور اهل العلم المتاخرين ايا حديثك حجيستا ايا سي مركا لسي كلا قادانا وحا سي حجيستا قل لها قبا صونك عفوا صفرك الا صومي الا افورو وحا فضي بلا الا افورو لابدو وي بنايهين والفطر افضل لمن كقبا سي حجيستا محايا الي وحكا قاتل فمن اخذ بها فحسن ننكي رخصة قاتين صومين أخذي سوا وناكسين يسيف عمبو يالي ننكي لكن صوما رخصة قادم واي دنب الله ما هيستو فلا جناح عليه بالي ويدي لا بدا مك الله في ظاهرك قصتي كمر مهيان نمان كالي صوان كافوض بدا كمر مهيان ظاهرك وحاوي نبقى إنو فضلي إنو فضلي أفرك إنو فضلي باك مغلا لماذا لأمرين من نوع وملحظ بلاغية من نوع حاوي لفظ ظاهر وبيان أوي مثل بلاغية وحاوي عند العرب شيء مركي شيء يس وحكوب اللوضاء الأهم فالأهم عندها سيب وجهها في كتابي كل شيء سوء العلي قاعدة ده نك فصيحة عربيد اللغة يقاني أديب كحكيم كا مركو قضية كهالله يو شيء بشيء وكا سرية إيه ككل يهاي كم مرات كل يوم كبل لابا هذا عمر كان ابو مكيبه كبل لاب فمن اخذ بها فحسن نبدا بما بدا الله به ان صفا والمروه نكقاتا قران كن واسدا سنه واسدا شيبي وشيء كم مهم سن يعني الرسول قام معي ومن ابلغ الناس ان لم يكن ابلغهم بما لها مركه تاوي بنانك تالا مد كلا وبيان بنانك فحسن يا فلا جناح عليه وكدوي فحسن ايو فلا جناح عليه نمنك مركه دلي شدي اي يري وبناي هي سون يا سون لا ان با وحا سفد بدن ان لا سومين وركود ما حمو
marka xadiidkan laga hadlayo qolihi ayagoo diidana ay yiri ramadaan lama suumi karo fi safar waxa ila xadiidka xujaban uguma aha ko mukhalafa isnaadiya ku jirto riwaayada hore hisham عفوا روايه هشام بن عروه ايابا كحوك بدن مد اللبات كما عدا ميشا انو رمضان ياي وحان اسكوها انو حوها رمضان لصوم في السفر سحابي قال نصون كهالله يا وحال لبضيا في سفرنا وسنوينك مد صدحت وحيليين هاوشا انا ياهيد بعد فتح مكه انا قبلها تيمنا معد وحان اسكوها زرو حلو كانوا ياخذونا يتبعونا الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله بعد فتح مكة إنه أهان الله ما هي صدح ذا وجبك من حسن ما كان نقاشي إذا من علي ظاهري محلها أخري فحول لك هاي وديابس هاي من صوت المانا وشا إذا قصي دائما حدثنا داون روشي إنا أنه رجحها يما داوشا يدا إنا إن درنسيون من ربي خلاف كعوليس كيسة قولي سكروا قاطو يصوع عبتشرة طيب حدثنا داود بن رشيد الهاشمي حدثنا الوليد بن مسلم وليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد ابن عبد العزيز التنوخي انك فقيها زايدك يا عابدك او تراجم تلوش يا مركو صلاه قالوا ايوب برور يهم بالله بشري واقي دمبال لي محاكو هلي صلاه ما كانت قشم بدو هم بالوضاي بنان كما كانت قشم جوكتر ما يد واسده وحور مركان صلاه قالوا ام باكوب تفرت جهنم كاركايا باشا ام باي مغان لا يصوري مركان بان فقي وهم بالله باي اني ادقي بدن بوها لكن في اخر عمري حقوق اختلاط قربا كدعي سعيد عبد العزيز النوخي اختلاط كايركا اثر يراد كل حديث كانوا انه تلمام دون هدي وسن افد وليد المسلم يسكى منن عن اسماعيل بن عبيد الله ابن ابي المهاجر المخزومي عن ام الدرداء الصغرى ام الدرداء الصغرى لابو ام الدرداء صحابي ابو الدرداء قبي قبض خيرا لورن جرويو اسلام وينو سحابيه ده اهيت اسقو هرتي باي دمتي ابو الدرداء وي كغيرو الريسي وحديثنا كتب سته كما لها ام الدرداء الكبرى خيرا ليدها وليس لها وليست وليس لها روايه في الكتب السته ادانا خلد من ابو الدرداء وي كغيرو الريسي با قبضن صورته وي قبض فقيه ده عالمه ده اد وحو وريسه شيخ إذا أما وذات كذا ينن كذا نحكي وريس أنت بطن رواية كلام ويلي هذا عابد فقيه عالم أي قبل أن مركه جيمة هي جهيمة بوالا إلى هذا لبضا ما قعب والله جهيمة أما هو جيمة أم الدرداء الصغرى مع الله يقنا عن أبي الدرداء عويمر بن زيد واتقرن إنسان قال وحول السحابقة خرجنا مع رسول الله رسول كلام أنه الله بحني صلى الله عليه وسلم أنه الله سفري في شهر رمضان بشر رمضان قده في حر شديد كريدر قده بان كو سفر بالرمضان وكو سا تحل اكل بان نبي قال سفر حتى ان كان الهها احدنا مثكايو لا يضع كي ساره يدو غعنتس على راس مدح ساره غعنتس من شده الحر كويل كدراشيسا بان انت كويل كي ملح دعيس اوجد يو غعنت مدح ساره هير مثكان وما فينا صائم رمضان كأسجى سأكولا وحصوم النجوم جرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله موين يو عبد الله رواحة عبد الله رواحة الأنصاري وتقرن إذا صحابي وحوبه كم تجرس لكن وتقرن إذا صحابي قيمة بضنا يا نبي قوق بيجري مؤتكو شهيدي مالك أيضا بالسفر كأسجى نبي محمد عليه الصلاة والسلام وصومك وسدي بيجرين هذا وتقرن إذا يو عبد الله روح بس اصحاب ذاك الصومي قال لا ودو باي حديث كان مركا حد روايه كلو خلاف سن بو كين دونا مسلم او قدام بيشين دونا لفظه في شهر رمضان وغير محفوظ في الحديث وغير واشاد واشاد شدود كقاب كو يهينا وان شيق دونا علماء تلمانتي حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا هشام بن سعد المدني عن عثمان بن حيان الدمشقي عن ابي الدرداء قال وحيت ام الدرداء قال ابو الدرداء وحولي لقد رايتنا وحانو اسارقني مع رسول الله سبحانه ولا جرى في بعض اسفاره سفره سبركوت في يوم شديد الحر مال
كويلكوس ودرن يا هيبان نبي قال الله سبحانه الله سفرني سمرت رواية عن دم مشيقين في شهر رمضان مشيقين حتى إن الرجل إلى أنكو لا يضع أوسار أيو كويلكو جاري يدو قعنتيسي على رأسي مدح سدوش سسارة من شدة الحر كويلك الرشيس وما منا أحد صائم أحد ثمن نجمجر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد بن رواح حديث كان مركز لفظ قاس في شهر رمضان وأشاد غير محفوظ غير محفوظ مسلم نوحاد بودا إن روايان دنبو كو عضيني لفظ قهوري إنو شاد ياهي الإمام المعلم وحجيري مسلم أسلكيس وحاوي إن روايات كو وكال رتبو ألا صح فالأصح لكن في بعض الأحيان كان نسائي وحلقي يابا إنو هرمي روايات خطأ وكجر ودمريو تي صحيح هذا أهيد من باب الناسخ والمنسوخ وكالي وحان صاول أنا هاي لفظي كان في شهر رمضان وحاك لا تفرضي وليد بن مسلم وليد بن مسلم أصدقنا والسكو خلافي كذلك لفظي كما إيمان إلا في رواية سعيد بن عبد العزيز الذي اختلط في آخر عمره أرضنا والسكو خلافتي أرضنا والسكو خلافي وذات كمركة وذاتك اللي هذا محمد بكر إيوه نك اللي هذا بشر بن بكر وحديثك كقاتل سعيد بن عبد العزيز ميسن شيغين في شهر رمضان وليد كل جيبا شيغين روايتك كلي حديثك شيغتين ميسن شيغين سادة أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم وحيدي لفظ كان وحال تفرده شيغي وليد بن مسلم ومن دقة البخاري حديثك كان بطريقه بوكاني من الشيخ رواية ده في شهر رمضان وكتجي لأنه طريق وريي ومن طريق سعيدة هي من طريق عثمان إنه حيانا لبضه كاني لكن كما إمن أكتيسة لفظ في شهر رمضان صادرت عبد الحميدي عبد الحق الأشبيلي في كتابه ما الجمع على صحيحين وحيدين ولم يقول البخاري في شهر رمضان حديث البخاري وري زيادة كترته وكتك ضدرته فاحذر ولقى فرق وتقناته وحاق كتوصية سفر كائنوس رمضان أهي كتوصية في شهر رمضان أما أوسن أهي سفر كدن بفتح بعد فتح مكة ورمضان كان أوسن نقون كرين هي رمضان كدن بفتح مكة وحاق كتوصية سحابي قن عبدان رواحة مسو قارن فتح مكة استشهد بمؤتة بلا خلاف عندها العلم تواقضه كبرى روغة عبد الله بن رواحة أول شيء السفر كان إنه صومنا أسجي النبي كل جاي صومناين أبو الدردانة أبتبو أقو آدن يا هاي عبدان رواحة أقو آدن حق نصبك سحابي وحود انتي إلى الشهيد عفوا في مؤتة مؤتنا وحيا هيد قبل فتح مكة بإجماع المسلمين صادرت السحابي عبد الله بن رواحة موسى شوقين سفر كيها مكة لقفرنا يدولان كمدين لقب حي أي مكة لقفرتين من نولين سحابي وشهيدي نولش شهادة ضمن نولا طينات فالدين بايلات هذا ضيه لهين أمو يهي سفر كان رمضان قصوا بيقمي سفر كي يوم بدرين يوم بدرين أبو الدرداء مالك أما إسلام بالغوله بإجماع المسلمين يوم بدر بعد هذا أبو دردان إسلامي مرنا عبد الله روح شهادي سبا كابا بيئين أتكدك تفتح مكة هذا إنه كدق إلى هين يوم بدر يوم الفرقان أو حكاد ديدي أبو الدرداء ولو قد رأيتنا كله إذن وصفر أنا هين سفر يوم بدر ناهين فتح مكان ناهين وي هذا سفر ان لبدا ناهين رمضان كو سو بيغمي ونبي محمد او سفر مجرى الولي في التاريخ هل كميات فانتي روايه مركة في شهر رمضان شدود كده هذا بنان كو يالا من حيث الروايه انا والروايه لا تفردي ممن لا يقبل تفرده او ام وليد اما سعيد بن عبد العزيز او اختلال ليمد
سعيد بن عزيز اقتلاد كيسي وحصابين ما هيو رواد كلا كوريي سعيد حديدك ان وليد اهين اسكو لو دوداي اسغا وليدنا ما ايدين كرو ولا اسكو خلافي وارضده كقاطي يدون رشيد كميد ابا اسكو خلاف ما كلا صوروريو شغل باني سلسلته كقال لحديدك وحنو ايدو اتيريي ان وليد وخلطو كايمانيه اما سعيد اقتلاد كيس افروج بنو كعدي روايداسي في شهر رمضان اني تاي شاذة شاذة إني تاي هاوش إن أتفانتين بيلا تاي مركا لفظك مركا سوس وحن الله هنا وحوي وسفر كلو سفر دي عادي هيدا أوتشو السحابي هم سحابي أبو الدرداء وكقيب قال سوق ومسلم وأنتوا ده حيسيء بين بدر وفتح مكة سفر ده حي بدر قوم بيدعى بدر قوم بيدعى سنة كلابادي هجرة إلى سنة كسديادة هجرة أفرت شنطة سنة ورد حيسوي سفر دعوي وان كنت بيق من رمضان حافظكم مركة حيلي لفظة في شهر رمضان زيادة بخاري وكتقي مصنوق وريه وحجة على ابن حزم حجة على ابن حزم حجكم أنه قريس والرواية الشاذة وان كؤمنين إلا عند مسلم في رواية الوليد بن مسلم عن سعيد على نظر فيها واقع التاريخ يسدى حافظك تحقيقي أسقى تحقيقي إنك غفي عن تحرير كمسألة ده. إن النبي ولي سفر في رمضان إلا سفرتين في بدر وفي فتح مكة عبد الله بن رواحة نقول انتي وشهيد في مؤتة فتح مكة وسنسوق قال بلا خلاف إجماع أسقى سوقوري أبو الدرداء إنه سنسوق قارين هيه سفر كبدر وبعدها إسلامين عسقا سوقوري تحقيقيين مركز زيادة ومركز وحوية وزيادة للحجيسين كارين صد علي تعال مسألة إن سفر قديه رمضان الله الصوم مسألة البدنوية وكتب الناسخ والمسوق كتمت صدرت ذلك أبو بكر الأطرم أها وحوي لمركم مسألة باب الناسخ والمنسوخ كهلا وحول والحديث في كراهة الصوم في السفر كثير حديث ذنب أن تدل دل حديث الصوم مرتين وحول أحاديث تكتمت إن سفر لغو الصوم آد أبضانتاي كده ما سوى حول رجحي إن الصوم كره ابن شاهين بقى الناس والمنسوخ كياني وذا كتب الناس والمنسوخ ورن كياني بقى كيانا مسألة ومسألة ساوى حلس لمنكي دي دنانا أيدي رمضان إن لا صوم السفر جذه ما أصح هاي حجوجين كحجيجتين حالا إذا صدوا المري آيات القرآن كيد با كمدها أو ظاهر كآيات محكمدها حديث كنا بيقول حديث كبيس عن سجابر به أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة ثلاثا وحكمدها ليس من البر أن تصوموا في السفر وحديث مشهور وإلى طمن سحاب وحكبر أيورية وحكده أيورية وحكمدها والرخص إلهي عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وأمر عدأه رمضان إني دين في السفر والرخص إلهي دين سيئة رخصة ربك أقبل هدي ديني وحكمدها أحاديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه إلهي يجعل رخصة إن لقاته سدو أجعل يهي واجب كيس إن لفليه لقاته وحاكم إذا حديث على إنه الشيء مهم حديث أنس بن مالك القشيري ورنا يي إلى هي سبحانه وتعالى مصافك وحكدك يي صومك يا صلاة بركت والدك يا ذهري ما كان في ويح وجيزنا وعلى يزيد لودك يي والله صار يدم وكاسح ما هي نيد هيد وحن كائن في عدة من أيام أخرى الدلالة سيدلي شنو ما أخذ حلا أن صوت الماني المهم زهرنا وبكي يلي آخر الأمرين من رسول وحوها الفطر وصوى ناسخ منصوب بالتاقية نبي محاود دنبي فتح مكة وحي لوقع وحي كدنبي إنه أمرين لا أفرؤون لسوم الكريم سلف بدن بانا سيداك ومسألة علس خروج من الخلاف مركة على إيدين تلمامي هداد مسافرين تي رمضان إيدين قبطو وحايدين خير بدن هين الناس كافرتان محيالي نينكي سفر رمضان كصوما انو اصحير سونكيسا
ينوسن أسحين ومسألة خلافية نكي إسكا أفورة هدونا سوق اللي يشوال يوحي كتم بسوق اللي ينوسون كيسا أسحين وإجمع نكي أفورة إنو الدم بالآن يحملوها يسنو وليبا وحد سوى ناكسين يينا وإجمع لكن رمضان إنو أصحي في السفر سوم كيسو ومسألة خلاف بين السلف والخلف الخروج من الخلاف هو مستحب وقاعد من تأييده أما أيه وذاها قبل السوم يكره ماذا يبدور إليهن إن الصوم هي إن الأفراء والسمنت ومك الأجر بنا ومذهب صوم كافض بدننا ومذهب أفر كافض بدننا ومذهب مذهب شرادنا ومفصل وحوليه نكون صوم كل بيانا أفر كافض بدن نكون صوم كل بيننا صوم دا أفض بدن ماذا يبتوا وذاك قبل إن الصوم يكره يا صاوك ربح هاي مع أفضل مسميهن هي تفصيل وما أفرض مذهب سواء شن صون كافض البدن هي أفر كافض البدن هي واسميهن من دم فض بدنه هي تفصيل وأفر أفروي ما كان لقى هاي بعد كان نمك جديدا هي نمك جديدا القدر وشان نغني كاسمر كواصون كرمضان أما صون كصنة أما واجبات ككالي إن رمضان هين إن سفر للسوم يكره أدلع عقب له القرآن كان يدين شيء حاجي قارنك أم متمتعها مرك الغوية شو صوم حالي قيبنا هكو صوم حاجك يما كهكو صوم قيبنا مرك أو صوم أيو مسافر ما مرك أيضو تسمع لقمه الله وحلقها الله يوار رمضان ورمضان محوك قدو يا صوم ككلي وحلقوا له يا ورقد من أركان الإسلام والعلوس سمير ينقاشي بالربائن لقو صومه وحق يسلى السيئو وحكم سلى إلاليو أدو قل يقول راعيه يببسين هاي أو نبسان هاي أو نفتك هايس أو صفر كتيرة أو امتحانا أو قطعة من العذاب هذا نصون أركان الإسلام بانقين ليا ما في عنيدة هذه ما كديدة ورقو دور سهر الماء وذات بمانكم لما نرى آخر كتاب وحلا فشكوين كتاب نرى آخر رمضان وقول رمي إذن وحاوي حيدا رمضان كو حيوب بانيا هاي هولو هاي الصلاة دي أيا عليس قالي أول اللي يدي هدي بالله سفر حسب بدليسا وحيا فري الله والله بين غنيس نيمان كان لكن مالكيو يا حنفي اللي هذا وماشي الله بقى فلي بانو حير تلماما يا مهم جدا أنت الماما يا حنفيو وحيدي نروح هدو السفر هي صلاة ما دايرين كرو إلا قابي وواجب نينكي دايرين كما صحي سيدي هذا سفرته ظهر يا عصر يا عشاء وانا الله والله بدك تواجه لما يستركوا ما بقى صحيح صونك السفر كان وحيدا هو صحايا وركو انا فانتين بيرت اذا و لبا افلين عن صحيح قياسك هو انه يسكن بين مريان صونيو صونيا صلاه هذوب السفر كو صلاه دي وينيد لكعي محمد صور هل قاين مرام بهيد مالكي وحيد هي الا غابيا واجب الصلاه نينك ديرين و سو علين يعيد اعاده واجب اذن في الوقت حاجه ما يسد انك كسفر انك كصوم رمضان سفر صومك و سو علين ما يسدين اما واجب انه فر ما يسدين مالكي مركه حنفيه سداه سو ير الله باف ليه وحسك في عانه اسكيو لو دوداي حنابلد ايو شافعيه باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفه انت يرضى ما دركوا استحباب الفطر افرك الا جعل يا ولا سنه للحاج نك حاجك يوم عرف ما نك عرف الا نك حاجك مسافر وهي اسقنا يوم عرفه دو كسو بيغمو محل السمين وهو المهم ان ليس ويديو سنن كو حد كمرتين أحاديث تلمامي سنبي أنه مدكر هيبي ننك عرفتها لأنه صومه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة حيث كان سنة كيس ضعف بالغشيقة هسا آتي ابن خزيمي حاكم بصحيح يلا سنن كاتكم مرة ترمذي أبو داود حيث بديدية ننك حاجقة عرفتها لأنه صوم عرفه طالك المسلمين تن حاجة تشوقين عرفة تشوقين بالله في عيني عرفة صوماني حاجي ومالك عرفة أتابعين وانا دي باطيسا
ملح بالله سيسا عليس بدن باسارا دعية كرب يكون مشغول سن يهاي إن بدن ماشي إنه تجنا ذا الربا وما أنا كأقول علوس هو شو علوس تاع نبغى نروح استاقو ديريني إلى قبل كقد عاي مركا وحيد يعني حلي قال ما أقول حلي كان مركا لسقاه السحالي سابق قيمة جماعة من السلف إنه وحيد يوم عرفة نك حاجيجا عرفتها جن إنه أفرا واجب جماعة من الطالبين بس إذا كنت جاي وقطب صدحات جمهور العلم إنه وحي قبان وحاس صناعة أو فضل بدن إلا أفرا مانكا حديث نهي جماعة من السلف وتدي وبحاران إلا صم وواجب إلا أفره يجمهور العلماء ويجري يستحب الفطر في يوم عرف سأقول هذا رجل نمرك حاجية يوم عرفة يقصه ببيغانته انت هذا هو يوم عرف وجمع قصه ببيغانته أكون في بعينه ورك هذا مسلمين تكالي إن حاجك التقيم ويدتك الله سنهيه يوم عرف الصوم كذا أنا مسلم باب قونه كينه دونا وانا صوضا لكن كون حسور مريه باب الصفر بهز قينية هل قاسوا كفير مية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر واسمه سالم بن أبي أمية ومشهور بكنيته مولى عمر بن عبيد الله بن الاسكيد هذا عن عمير ابن عبد الله الهلالي مولى عبد الله بن عباس أم الفضل با يا عمير حريسي ومولوها لكن ما دام هو يدي أي تاي والله أنا إياه عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية أن ناسا من أصحاب رسول الله بن لوجد ضد وأصحاب تنام هذا كمذا تماروا وحيسكم من رافن ويكون مرمين أما كشكيين عندها اكتدى يكون مرمين يوم عرف مالك عرف في صيام رسول الله يوم مالك عرف الله تقنى في حجة الوداع حجة سويتسك يا صحابة اسكو قبتين نبي ما أنت من سومية هم سوى أفرية فقال بعضهم بركض حيدا هو صائم نبي هو سومية هيده محايني محيسأو ليين لأن عاذ وحي أهيد ومعرف أكتوضع أهيد يوم عرف إلا الصومه محل عسكرة يعني ممكن نبي قوى سومية محل نبي يكون حكمين ويكون حكمين عادته عليه الصلاة والسلام إنه الصوم مسلمين ترى أمره إلا الصوم وقال بعض وحيدا ليس بصائم مصوم محل عسكرة نبي قوى صفر كديدي إلا الصوم أي أنه ممكن عسكرة يعني هذا بقى قبرنا المركة حيلت وناكسن بيكينته وحيد فأرسلت إليه وحي نبي قوى قدرته قد ابن عباس بقى له ديبي رواية كلا حدي خارج صحيحين فأرسلت إليه وحي أدرت النبي بقدح لبن بقدح لبن والعانة والعانة النبي قد يبتتري النبي قد يحب وحي ربطة إنه قدت النبي قد يعبي إنك لو سومي إنك لي مدك لي هدو النبي قد سومرين ميل قلوب بتاقي هاي بي شراب مركة واللوب هاي كرامي إيو قدر النبي نوصم إيسي حب بارد إيو حوران نوي كربطة إسلام أدو عقل بهم بي مرفض بات قرريس وهو واقف النبي قد تاجن بعانه وديبت على بعير رتيجي النبي قد ومركا كنت تاجن يا بعرفة ماشي عرف الله فشربه والنبي قد وعبي عانيه ورمي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن ابن أبي عمر محمد ويحيى عن سفيان بن عيينة عن أبي النضر سالم بن أبي أمية بهذا الإسناد سنة كذا المريسين عمير مولى ابن عباس عام الفضل واتل مريسين ولم يذكر وذلك كان ضمبيه سفيان بن عيينة موسى شيخين المتابعية مالك بن أنس بمتابعية هذه وهو واقف على بعير موسى شيخين نبي كتاغن أما ظل فردية تقيسي وقال وحولا يلي مركو أصورنا سفيان حديثك عن أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل ساسانا صحة إن مولى أم الفضل لقاده هو حقيقة إن مولى ابن عباس لقاده أنا و توسع باكو جيرا معايا ابن عباس من بدل لسو عنتي وانا سنتي ارضي وهاي مركز اللوتيري ما دام هو يدي با اي مركز مروها حدثني زيد بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سالم بن ابي النضر سفيان كان موسوين وسعيد الثوري بهذا الاسناد سند كسو كورنا اياه نحو حديث ابن عيينه سوكو وخلد من نيكورن ابن عيينه هي يقول شيخ سفيان الثوري وحود تبيه حديث ابن عيينة وكله وقال وحود إلى مكسوق التبيني عن عمير مولى أم الفضل بلو سيدي ابن عيينة وكره عي مالك بخلافه وحدثني هارون مسعيد الأيلي قال حدثني عبد الله أخبرني عمرو
ابن الحارث المصري الأنصاري أن أبا النضر سالم كذا نمر ينوي مركا عمر بأسونا رقي مالكي بن عييني سفيان الثوري متابعيني حدثه حدث بأن عميرا مولى بن عباس أها حدثه أنه سمع إنه مغل أم الفضل ومغلى تقول له شك ناس ضد باشكيو من أصحاب رسول الله كمذا في صيام يوم عرفة صوم كمالك عرفه كشكيين ونحن بها أنه قصوا عرفت شوك نبا مع رسول الله سبحانه لتشوكنا فأرسلت إليه وحين نبقى أدرتي بقعب فيه لبن ويل أي عانا كتران ديلوي ديل أي عانا كتران وهو بعرفة سوك شوك فشرب نبقى وارمي وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن عبد الله أخبرني عم ابن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى عباس كريب مولى عباس الطوا حديث لبادوي حديث كله الشاهد عن ميمونة بنت الحارث من الفضل والاشد ويهده زوج النبي نبي حاسك سنة أهيد أنها قالت أنا تجربوا ابن عباس كريب كوري أم ميمونة إن الناس ضدكم وصحابتي شكوا وحيكون شكيين في صيام رسول الله رسول الله سوم كسب يكون شكيين يوم عرف مالك عرف نبي أتقنا فأرسلت إليه ميمونة ميمونة أدرتي نبقى بحلاب اللبن للعانة حلاب هو ويلك حولها عانة لغشبته أما لغول لسه قيلة يحولها لغول لسه حلاب بالي دادا محلب نوال لي دادا ديلك عادقة وهو واقف نسوق التاقان في الموقف في عرب ماشي لقي استاق الجري فشرب منه واعب نبي ويلك وحكى عبي روايتك هورك حديثكم الفضل وحوءها نبي واعب فشرب منه كمجري فإذا عاني نبي ولوغ مره ما يسنين وحو كعبي وحي كلنا وهم بيو ضد بسيو والناس ينظرون الى ذلك ايجيه ان لبضع الرموت باي سمعيين ام الفضل ام ميمونه وادعي كرتها او اي ام الفضل يقول نبي قدرت الى نبي ان دير بوتاغنا بعد ظهر الى حل دير بوتاغنا ان ميمونه درتي نسه ظهر كده بديبة أمور فضل إن عصر ده أي درتاي وارجع كرتها هبيه بدن بالو بعيا مرة ملكة جوتها إنت تبي عبتها واتقانا بيش مال هذا كله وي هاول عرسنا والله قوانية إنك بورها فانتان هذا سو هول بابو طالبة بورها كرو فورة هول بابو طال وحكى وارجع كرتها لا بد قبل وراء يا هايني إن مدود أمر كراهيت منا هوش أي فلسة إن أمور فضل أي تي ميمونوي عانا النبي قدر بل تانا وادع كرتا أما ما يمر أمر كبي حسوت من فضل أي عانا النبي قوجي أنا هم سنة أو شاهي هذا سيدنا عنه قتي ومن الفضل هذا عانا هيد ودرتاي فوائد كلو فقه أكو جرت عانا هيد ولا هيد وأكو جرا هوينكو أنت ده إليهين أيوة رقوا إذن ويدينين ببحين كرار هذا يتهون الدين كده لوكل سوي هاي ونحد قد بينين أو واحد يلا ذي واحد لاين بس كو قال إساي سناهاي هذا من فضل عباس ما يسوي دين هؤلاء اللي قبوا حاسوي عانى يديرث النبي جو جيسي النبي قلنا استفسار مصمينين عباس مكلوج جاي عانى حاجات كأنتي ما را إسكاله ما نعرف كذي مهر كها أما أباه كأنتي كذا حشبات كسر الاستمزه حوله ربيع عبد المطلب وهي مده النبي قال لم يستفسر أيضنا لم تستأذن نكيد إذن دمر كمركة قيمها بناء ولا ده حق إسلام كي حق أدمها كلا يقاني حق الله قرنها يضيع كسيانا ما هذه كوكيرة إسلام لقبات هاي وذات كان الله صوت شو صح ما مركة يضع هذا مركة شكي ياله وضح كشك دون بس وعش إيمان كرتاس ونبغي يلبات يليس لو يدين ما هي ومثلث با ثلث مكبة دنيا هاي هولها الله بحماي وحاكو لو كتيرا قايد كإن مدى لصار هذا أو لطول فردية أو إلهي دوش للقبري إنه يسدي بالله وحاكو لو كتيرا مالك اللي تغيي عرفه أضو ما شئنا تغنى تمية قيمة بضن مثل إنه تقايد ثارنت هاي حلو بدن يهي إنه تقايد ثارنت إنه فضل بضنت هذا يسن فضل بضنين نبقى إلهي أمضور تنبا لقولي هاي لبا حالو تي فضل بضن با إلهي رسول كيسكو أدن جري ونقول هذا ما يه نبي يقول حسوا يقول أسر راهش للتعليم إلا أركو أو الغضة يدو ومعلم بوها ومدو عضيني
أبو مرهد الله عادين إنه وداد إسكي وحجيني آتاي وحبار رتيجة يا ضمير كي يا بقاش دبر كهكلي ديني آير لوجه وهذا ما شاء ما شاء استاد هل كاس يقول هذا كوريين وعقل وكجرة مركا قارك المسائل كعلم جا إيشال كهكجرو إن سحرة آه لو عضي سنكرو أو صدقة الله بحية هدية الله ولي فيها معارف أخرى أو يسندب لها هاي مسائل كلا يسكو خلاف إلا بحثي يسير لطيف الله بحثي أسوكون مسؤول كلا لبيننا ما شوى كجرته والله سبحانه وتعالى عليه.